السوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. مين مننا ما بيعرف قصة الأب يلي بده يعلم ولاده درس عن الوحدة؟ قام جمعهم وطلب من كل واحد منهم أنه يكسر العود يلي عطايا، قام كسروا. بس وقت عطاهم حزمة عواد وطلب من كل واحد يجرب يكسرها، ما حدا فيهم قدر أنه يكسر الحزمة، لأنه وقت تجمعت العواد مع بعضها قويت. ومن هون اجت فكرة كتير من المبادرات والمجموعات السورية يلي منها مجموعة بإيدينا التطوعية يلي رح نحكي اليوم عن وحدة من مبادراتها. مع بداية العام الدراسي كلنا بنعرف المشاكل يلي بيواجهها الطلاب السوريين ببداية السنة، ويلي منها تأمين المستلزمات المدرسية، وخاصة بالنسبة لطلاب مرحلة التعليم الأساسي، على اعتبار أنهم صغار وأنه كتير بيعني لهم تكون شنتيهم جديدة، وبيفرحوا بالدفاتر والأقلام وقت بتكون كاملة ومرتبة وحلوة. وهذا الشيء على فكرة بيأثر كتير على قابلية التعلم عندهم والدخول على المدرسة بحماس ونشاط. مشان هيك أطلقت مجموعة بإيدينا التطوعية مبادرة ورقة وقلم لتأمين القرطاسية للطلاب السوريين المحتاجين بالأردن. اتأسست مجموعة بإيدينا التطوعية بالأردن بتاريخ 10/6/2014، وهن مجموعة من الأشخاص جمعوا حب الخير والعمل بشكل عام، وبشكل خاص العمل لأجل أهلهم السوريين. بيسعوا دائما أنهم ياخدوا دورهم بإعمار الأرض، معتمدين بعملهم على التعاون بين بعض وتعاون أفراد المجتمع معهم. أغلب المبادرات يلي قامت فيها مجموعة بإيدينا كانت لخدمة العلم وطلاب العلم من السوريين وكمان من أبناء المجتمع المحلي. ومن هاي المبادرات كان أول معرض كتاب بمخيم الزعتري، وكمان عم يشتغلوا على مكتبة مخيم الزعتري يلي عم يتم تجهيزها حاليا، ومبادرة ورقة وقلم يلي عم نحكي عنها هلا. بتم التبرع لحملة ورقة وقلم وفق نظام الأسهم، وتكلفة السهم الواحد 10 دولار بتعادل قيمته 7 دنانير أردنية أو 30 ليرة تركي أو 40 ريال سعودي. بيتضمن السهم تأمين احتياجات طفل واحد من القرطاسية، وهذا الشيء بيعني شنطاية مدرسة، دفاتر، أقلام رصاص ملونة، ألوان، دفاتر رسم، مفكرة، محاية، براية، مسطرة، مقلمة. التبرع بتم من خلال الاتصال على أرقام خاصة بالمجموعة بالأردن وبتركيا وبالسعودية، بتلاقوها طبعا على صفحة مجموعة بإيدينا على الفيسبوك، بإيدينا by our hands، أو من خلال التواصل معهم على الإيميل by.our.hands1@gmail.com. الأيادي مجتمعة بتقدر تعمل كتير. بإيدينا نحن منخلق الأمل، بإيدينا منبني الإنسان والوطن، لأنه نحن خلقنا لبعض ولازم نبقى دائما سوريين لبعض. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.